مرحبا بكم من شركة ون فاينانشال ماركتس للحديث عن آخر تطورات الأسواق لجلسة اليوم يوم الثلاثاء الموافق ل 21 يناير من عام 2020. في هذه الأثناء نبرة إيجابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حديثه في منتدى دافوس للاقتصاد العالمي. أشار الرئيس الأمريكي إلى عدة نقاط، منها إلى الاتفاق التجاري الجديد مع اليابان، وأشار أيضا إلى أن الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة مع الصين كان عادلا، وأشار أيضا إلى أن نمو الاقتصاد سيجلب العديد من الاستثمارات الجديدة، وأشار أيضا إلى تغير الأنظمة في الولايات المتحدة الأمريكية دعمت العديد من الأسر. هذه التصريحات الأخيرة كانت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تلقي بشكل كبير أثرها على الأسواق، وإنما رأينا خلال بداية تعاملات جلسة اليوم كان لدينا تراجع في مؤشرات الأسهم العالمية، وكان لدينا هروب المستثمرون نحو الملاذات الآمنة في ظل التوترات في هونغ كونغ إضافة إلى الفيروس القاتل في الصين. هذا الشيء دعم الملاذات الآمنة لنرى ارتفاعات في أسعار الذهب وأيضا في الين الياباني، ولكن في هذه الأثناء بالنظر إلى تحركات أسعار الذهب نلاحظ أنها عادت لتتلقى ضغط بيعي. لدينا مستويات 1555 دولار للأونصة، قد نرى مزيد من التراجعات نحو مستويات 1548 دولار للأونصة، والتي تعتبر مناطق دعم مهمة بالنسبة لأسعار الذهب. أما بالنسبة لتحركات الداو جونز، رأينا كما ذكرت التراجعات التي العقود الأجل لمؤشر الداو جونز مع بداية تعاملات اليوم تراجعات، ولكن شمعة الأربع ساعات الأخيرة الآن على استقرار. يعتبر مستويات 29200 مناطق دعم مهمة، ويعتبر تمكن شمعة الأربع ساعات الأخيرة من اختراق مستويات 29280، ذلك سيعزز مزيد من الارتفاعات ولربما نحو مناطق 29350. هذا بالنسبة لتحركات الداو جونز وآخر تطورات الأسواق. شكرا للمتابعة، وانتظرونا في تقارير أخرى.